وفعلا في الوقت الحالي منتخب مصر بيخوض مباراة حاسمة لمسألة تأهله للدور النهائي من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم. نتمنى لهم طبعا كل توفيق مهمتهم، وبإذن الله نخلص الحلقة ونطلع نلاقيهم منتصرين. المنتخب افتقد في التجمع ده لجهود اثنين من لاعبي الزمالك المميزين جدا، وهم طارق حامد وأحمد سيد زيزو. وجهة نظر تحترم للمدير الفني كارلوس كيروش اللي ما استعانش بطارق بشكل قوي في التجمع الماضي، يعني لعب دقائق قليله، بينما زيزو كان واحد من ابرز اللاعبين في الدوري المصري في الموسم الماضي وما زال مستمر في تألقه الموسم ده. برضه وجهة عارف يا نظر عطر، تحترم. بمناسبه زيزو في جمله كده مشهور، ايه؟ لاعب ظلمته جنسيته، فزيزو في منتخب مصر يظلمه مركزه. يظلمه مركزه، صح فعلا، بوجود محمد صلاح طبعا، مفهوم اللي انت بتقوله يا خليفه. عشان كده هي وجهه نظر تحترم للمدير الفني، لكنها ما تزال في رايي وجهه نظر خاطئه. يجوز كيروش شايف ان المرحله القادمه مش مرحله طارق، لكن انا شايف من رايي الشخصي المتواضع ان مرحله طارق تستمر مع المنتخب على اقل تقدير لكاس العالم القادمه في حاله التاهل، او لنهايه التصفيات عموما في حاله توديع التصفيات لا قدر الله. اما عن زيزو فهي معضله بصراحه الى حد ما، بالنظر الى وجود محمد صلاح زي ما خليفه قال، وكمان وجود واحد زي مصطفى فتحي اللي ما يقلش ابدا عن زيزو في اي حاجه مع اختلاف البروفايلين، لكن كان ممكن يتم الاستعانه بيه في مركز الظهير الايمن اللي احنا بنعاني فيه من مره نجيب احمد فتحي، مره نستعين باكرم توفيق في هذا المركز، فممكن زيزو يقدر يضيف فيه بشكل كبير، خاصه هو مركز مخلق في المنتخب. يعني بالزبط. اكرم توفيق مخلق المركز ده، في تخليق بتخليق ممكن يكون في تجربه لزيزو بالظبط، خاصه وانه بشكل عام في امم افريقيا مثلا القادمه او في كاس العرب بتكون القوائم صغيره، وبالتالي اللعيبه اللي بتلعب في كذا مركز دي بتكون مهمه جدا. رغم ذلك الا انها تبقى مجرد وجهه نظر، يعني قلنا الكلمتين بهدوء اهو وخلاص. تمام، مش طلعنا بقى عندنا استعداد نحرق المنتخب حرقا يعني عشان خاطر استبعاد اتنين من اللاعبين هم قفشه ومحمد شريف في التجمع الماضي. يعني انا شخصيا لو سالتني عن رايي انا بقول لك اهو بكل موضوعيه واتساق مع النفس انه كان استبعاد مش مفهوم بالنسبه لي، وان المستوى اللي كان بيقدمه قفشه وشريف كافي جدا لانضم للمنتخب. وانا بالمناسبه طلعت في الاعلام قبل كده قلت الكلام ده، وان شريف مثلا افضل بالنسبه لي من احمد حسن كوكا، وكذلك قفشه لاعب مهم في المنتخب. لكن في ناس حرفيا بقى وقتها ما كانش عندها اي مشكله انها تقلب الدنيا على كارلس كروش راسا على عقب، يعني في اول مباراه رسميه وفي وقت حساس جدا للمنتخب لما كان منتخب ليبيا تهديد حقيقي على فرصنا في التاهل. الظريف في الموضوع ده ان جزء من الناس دي هي اكتر ناس بتعمل عقله كده وتقول لك ايه في اوقات تانيه مش تبقى عاقل كده وتبطل بقى تدخلنا في قصه الاهلي والزمالك ده والقصص اللي انت دايما تفضل تقلبها اهلي وزمالك. طب انا بقول لك ان اللي بتتهمه انه بيقلبها اهلي وزمالك بيقول لك ان قفشه وشريف كانوا يستاهلوا الانضمام للمنتخب وقتها، لكن كذلك طارق حامد وزيزو يستاهلوا في رايي المتواضع. شو بقى طريقه تناولك وتناول الاعلام للخبرين دول؟ هنا اتقلبت الدنيا واتفتحت النار على كيروش لمجرد ان الراجل بيمارس حقه الطبيعي في اختيار من يناسب فكره. يا اما هنا ده تم مناقشه الموضوع في برامج التوك شو السياسيه على رايك، يعني مش الرياضيه، فتح موضوع خرج بقى كل حاجه. يعني خلي بالك انت كمان مش بتتكلم مثلا في مرحله عاديه، لا ده احنا كنا داخلين على ماتش حاسم. بالزبط. مش مجرد مثلا انت عايز تقول ايه الراجل نتناقش وندردش ونشوف رايي وراي، لا ده كان الموضوع صعب جدا يعني. اما هنا بقى لا اسمع لا ارى لا اتكلم. تناول الضعيف او المعدوم تقريبا لخبر استبعاد طارق وزيزو امر مضحك في رايي، لانه رغم ان زي ما قلت لك كان قفشه وشريف كانوا يستاهلوا ينضموا للمنتخب، لكن في النهايه لو حسبتها كده وبكل موضوعيه برضه هتلاقي ان طارق حامد تاريخه مع المنتخب بتاريخ الاثنين دول مع بعض. ده راجل اساسي في المنتخب بقاله حوالي 5 سنين، وبالتالي خبر استبعاده كان مفترض يشغل حيز اكبر من كده. ما ننساش هو كان في فتره كوبر في منتخب وقت كاس العالم. احنا مش بنطلب بقى نحرق المنتخب زي ما في ناس كان عندها استعداد تعمل كده فعلا وقت قفشه وشريف، لكن هي بس فرصه جديده عشان تشوف فرق العقليه في التعامل مع نفس الملف. وبرضه ارجع اقول لك دايما يرجع بعد ما هو يكون هو اللي عنده المشكله يطلعك انت اللي عندك المشكله. ما هي دي بقى الحته اللي انا بكلمك عليها عطا، اللي هو الاتهام الدائم. احنا متهمين ان احنا ايه؟ أرباب نظرية المؤامرة، إن إحنا اللي اخترعناها وإحنا اللي بنستهلكها وإحنا اللي شغالين على طول، رغم إن مثلاً إيه في استبعاد قفشة وشريف ده بالذات بقى كان في نموذج صارخ نظرية المؤامرة. أنا ما عنديش مشكلة إن أنا كمشجع أزعل من استبعاد اللاعب بتاعي من المنتخب، زي ما أنا مثلاً مش متقبل إن طارق يبقى بره المنتخب، بس في النهاية أنا بعمل إيه؟ كيروش غلطان، كيروش صح، ما بقفش عند الموضوع، بستنى أشوف كيروش هيلعب إزاي، كل ده عادي كمشجع. إنما بقى إن أنت توصل بإيه بقى نظرية المؤامرة؟ إن أنت تشوف الحاجة العادية، تشوف ما ورائيات وراها،
غير منطقيه بقى ان انت ترجع الحدث ده مش لسبب بسيط السبب المباشر، لا انت بترجع بقى لاسباب تانيه. تخيل ان استبعاد قفشه وشريف وصلوه لمحمد صلاح، يعني تم محمد صلاح اللي في منزله، يعني بقول لك كده يعني ايه زي ما كنا تقول بنبص احنا عليه فوق في السقف ازاي. احنا واحنا بنتكلم عن زيزو فكنا بنقول صلاح حاجه فوق قوي قوي يعني. فتخيل بقى ان تم الترويج من قبل يعني صفحات سوشيال ميديا واعلاميين، هم اعلاميين يعني نص نص كده مش اعلاميين قوي، لفكره ان محمد صلاح بقيمته ده هو اللي تدخل لاستبعاد قفشه ومحمد شريف وحاجات يعني لا تعقل. طيب لا هي بس المضحك كمان ده لا تعقل، هي صح كمان اللي بيقولها هو دايما يقعد يقول لك انت اللي عندك ما نظريه دي المؤامره، ده اللي الفكره، مضحك بقى والمثير ما هي دي للصدفه نظريه يعني. المؤامره الحقيقيه. هو نظريه المؤامره في ايه؟ انت مثلا عندك حاجه ولها سبب مباشر بالظبط. بترجع السبب ده، يعني الزمالك مثلا احنا قلنا الماتش اللي فات خسر نتيجه كذا كذا اخطاء كارتيرون، حتى لو اتكلمت عن سبب مباشر زي تحكيم او كده، ده مش نظريه مؤامره. نظريه المؤامره بقى ان انت تقول ايه؟ ده مش عارف الرئيس بتاع امريكا عمل من رئيس الكاف، فرئيس الكاف امر رئيس اتحاد مش عارف مين، عارف انت او تدخل ان النظريات اخطاء الكبيره. التحكيم دي تعود الى اسباب غير الاخطاء البشريه، ده بقى بالظبط، نبدا نروح او لكده. حاجات كبيره بقى اللي هو ايه. فزي ما قلت لك كده استبعاد قفشه وشريف ده كان وصلنا للليفل اللي هو ايه، ليفل محمد صلاح وان هو تدخل في الموضوع والكلام ده كله وصل لا منطق. ولو انت عايز بقى تعرف يعني، انا ما بكلمك في نظريه المؤامره في ماتش ولا حاجه او بتكلم على تحكيم، دي مش نظريه مؤامره، دي اسباب انا بتكلم فيها وبتبقى عقلانيه. انا لو عايز اتكلم في نظريه مؤامره هتكلم في الحاجات الجسيمه، مش هكلمك في بلالتي ولا اوفسايد ولا تسلل، هكلمك ان انا كنادي بقالي 10 سنين كل شويه هوب وديني المحكمه، رجعني من المحكمه، شيل لي ده، حط لي ده. انت لما اتحطيت في موقف مشابه ان كان في قرار بحل مجلس ادارتك مرتين، المره الاولى لما كان في قرار بحل مجلس الاداره لمخالفات ماليه اللي خد القرار هو اللي مشي، المرة اللي بعديها حكم محكمة ببطلان انتخابات، ايه اللي حصل؟ إعادة تعيين نفس المجلس، هنا كان حفاظ كبير على استقرارك. أنا بقى لو عندي نظرية مؤامرة بتكلم في ده، مش بتكلم في الحاجات النيش الصغيرة البسيطة، كورنر وفاول وآوت ولعيب يروح ولعيب يجي، لا أنا بكلمك هنا في كيان نادي يطلع حد مسؤول يقول انا بحافظ على كيان النادي رغم وجود مخالفات ماليه، تعظيم سلام. طب ما انا عندي كيان نادي انا كمان بيتلعب في وش البخت انا ليه يعني؟ يعني هي ده لو انا بتكلم، لو احنا بنتكلم في نظريات بقى مؤامره فعلا اللي احنا مش بنحب نتطرق ليها، ودايما ودايما دايما بنقول احنا دايما بنكلم مع لعيبه الزمالك بقول له رغم كل الظروف انتصر، انت عندك كل المشاكل وكل اي حاجه لا انت تقدر تعمل في الملعب. وكنا بنقول لهم من اول حلقه ان انت الموسم ده اديت لنفسك على الموسم اللي هو 2021 اديت لنفسك نموذج في كل الالعاب، ان انت ركزت لملمت اوراقك، كل ده كنت بتطالبك بالانتصار واثبتت ان انت قادر عليه. فهو ده العقليه اللي احنا بنحاول نتكلم فيها، هو ما العقلية دي يا خليفة. تجريش بقى بس لمواضيع تانيه. أنا دايما يعني برضو دايما عندي نظرية في فكرة إنه إيه، أوكي أنا جهدت وحاولت وقدرت أنجح، بس دي برضو حاجة غير مش سهلة التكرار. أنا لازم أحط عندي الهامش البشري للخطأ، هامش البشري يعني دايما عايز أخسر وأنا عندي الهامش بتاعي ده مش أكتر من أنا دايما لازم أحفر في الصخر عشان بس لازم أوصل 110% أبقى ند بند أو راس براس مع منافس. الفرق كبير قوي في طريقة التعامل ما بينك وبينه في القصة الكبيرة اللي أنت بتتكلم، يعني إحنا مش بنتكلم على الفاول انا والأوفسايد اعتقد والكلام، ان انت في النظرة حوارك، العامة الكبيرة مختلفة خالص. اعتقد ان انت في حوارك مع عبد الرحمن، اعتقد يعني ان احنا كنادي الزمالك، انا مؤمن بدي ان احنا كنادي الزمالك الطرف الاكثر مطالبه بالاجتهاد، انا الطرف اللي ايه يعني مطالب ان انا دايما مش بتكلم بس اللعيبه في الملعب، كمان ادارات النادي واحنا داخلين المفروض يعني على مرحله جديده والكلام ده، لا انت اللي مطالب ان انت تجتهد وتجد حلول وتبتكر حلول اقتصاديه، لان الزمالك هو الطرف اللي هو يسعى لان هو يحسن من الاوضاع الاقتصاديه، لان زي ما انت قلت كده وهتتناقش الاقتصاد عصب اساسي للرياضه، ما ينفعش تفصل الاداء الرياضي في للالعاب والرياضات المختلفه بدون ما تبص على ميزانيه النادي والامور دي. مفيش فانا كلام اعتقد خالص. ان احنا الطرف الذي يحتاج الى كثيرا من الاجتهاد وكثيرا من الابتكار وكثيرا من التحسن، واعتقد انت في حوارك يا عطا هتكون مؤكد جدا على الجوانب ده، نحن من نحتاج إلى الابتكار والاجتهاد. طبعا طبعا كل ده هيجي طبعا بالاستقرار دايما. يعني انتوا خلاص وصلت لكم الفكره، التناول الاعلامي بيختلف، تناول المشجعين بيختلف، وفي الاخر تنعت انت بان انت اللي بتقلبها اهلي وزمالك.